المولودية كان يقول سي ما في سي ما سير دو كور تاع القلب سمعت. ومن 1956 الماتش التالي سمعت هنا في حمادي في سانت جان بين المولوديه والغاليه تاع الغور، اعتقد كان في لاتريبيون تاع المولوديه سمعت. وصار هذاك النهار نهار كان هما لي جورنو فرونسي لي كودال جي يقول لك جورني نوار يا خويا. هو اسمع هو المولوديه كان يقول لك سي مون اونيفير سمع. شوفوا انتم كيف تمثلوا الدنيا. بصح كان كي واحد يقول لك شي هنا سي اختي يما نتاع القلب يعني يكفي. في كلمه ما نقدروش نعبروا القيمه اللي كانت عنده شخصيا معايا، كنت نعتبره كاخ كبير، كان كرئيس تاع كره القدم في المولوديه، وكان دائما يساعدنا في وقت اللي كنا لاعبين حتى في الحياه اليوميه نتاعنا. اليوم توفى انسان كبير، ما نلاقيوش رجال كما بحالو اليوم. نظن بلي كره القدم الجزائريه ضيعت من اكبر انسان اللي كان يطور في خاصه في المولوديه. Mais pour dire que ce monsieur, tu as fait la période, il fallait le Mouloudia avec Melha. Ou tu as fait le Darafa Diallo. Dref. Tu as fait le Darafa Diallo. Et ça a marché. Avec les supporters d'abord. Ou le Zadou. Ou les joueurs de Hnaya, Ntalgana. Nous, on n'a jamais eu cette discussion. Mais sans pour cela diminuer les gens qui étaient avant lui. Djahoua, diable professionnalisme, c'est-à-dire les moyens. Et on se permettait des hôtels, des fois, on ne pouvait pas les imaginer. Pour vous dire uniquement que ce monsieur a travaillé pour le monde. En fait, il n'a jamais rien demandé en contrepartie. La yarhamou. الله يرحمه الله يرحمه. بنفسه قدم وقته وقدم كل شيء لفريق مولودية الجزائر، واليوم ننحني أمام روحه الطاهرة، ونتمنى من الله عز وجل أن يرزقه الجنة ويرزق ذويه الصبر والسلوان. الوصية تاع عبد القادر ظريف راهي واضحة، يعني ما نقدروش عبد القادر ظريف يكون كل الحب وكل الاحترام والفخر بفريق مولودية الجزائر اللي يعتبر أيقونة. يعني ما على كل حال كما يقولوا عمي عبد القادر ربي يرحمه ربي يجعله إن شاء الله من أهل الجنة. عمي عبد القادر إنسان شخصية معروفة في كرة القدم، وإنسان يحب مولودية بزاف، وإلا دوني بوكو المولودية. وكان إنسان في الوقت هذا كان عمي عبد القادر كاين ناس فاخر مني، كان هو لي زونسيان جوار هذوك هما يقولوا بلي هو كان يعاونهم من جيبه. هو اللي جاب كوب دافريك مع اللاعبين والناس اللي كانت كاع. على كل حال نتمناو له ان شاء الله ربي يرحمه، وان شاء الله ربي يقدرنا وربي يقدرنا باش نعاود نربحوا كوب دافريك اللي داها عمي عبد القادر. ثاني هو ماكري ما تيفرح باسكو الانسان يحب مولوديا وما يحب حتى حاجه عمي عبد القادر. ماكري باقي اختلفوا معاه في الهضره ولا، مي ديما هو انسان تاع مولوديا ويحب المولوديا، وربي يرحمه وربي يعطيه سوتو الصبر لولاده والزوجه ديالو. هذا واش نقول لكم. عمي عبد القادر انا كنت دائما نعتبره مكتبه، كل يوم الانسان يرفد منها كتاب ويقرا هذاك الكتاب، هذاك اونسيكلوبيدي تاع الصح. مربي احسن تربيه، خالوق، تحضر مع سياسي تصيبه، تحضر مع ثقافي تصيبه، تحضر معه في مجال كره القدم كذلك تصيبه. الله يرحمه برحمه الله، وربي ان شاء الله يعطي صبر لمواليه ويعطي صبر لكل مناضلي ومناصري نادي مولوديه الجزائر. الشجره كانت مغروسه فوق هذه الارض عمي عبد القادر، واليوم طاحت الشجره هذه، وان شاء الله عروقها ان شاء الله ينوضوا في الجنه ان شاء الله بربي سبحانه ان شاء الله.